احنا ابو غنينا هلال هلل علينا فرحنا ابو وغنينا وقلنا السعد هيجينا على قدومك يا ليله العيد يا ليله العيد انستينا يا ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا يا ليله العيد. الله الله، حقيقة ان احنا ما كانش ينفع النهارده نحتفل مع حضراتكم بالعيد وما يكونش معانا فقره غنائيه نسمع فيها اصوات جميله. ويمكن احنا دايما بنسعى ان احنا نشجع الاصوات الجديده ونديهم فرصه ان هم يظهروا على الساحه. اسمحوا لي النهارده ارحب بضيوفي اللي بيشرفوني النهارده. شروق ابراهيم، اهلا بيك يا شروق. كمان عبد الرحمن ابراهيم، اهلا بيك عبد الرحمن. وملحوظه كده، شروق وعبد الرحمن هم اخوات، وواضح ان هم ما شاء الله يعني اسره فنيه. احنا طبعا سعداء بيكم ويعني بحييكم على الصوت الجميل واحساسكم الجميل جدا. خليني كده ابدا مع شروق، يعني واسمح لي طبعا عبد الرحمن ليديز فيرست، كلمني يا شروق عن موهبتك، ازاي بقى يعني اكتشفتي كده انت صوتك حلو؟ هل كنت بتدندني كده مع عبد الرحمن بينك وبين بعض ولا ايه؟ هو الموضوع بدا وانا صغيره لما كنت في المدرسه. كان في حد المفروض هيغني في حفله والحد ده غاب، اعتذر. وانا بالصدفه كنت حافظه الاغنيه اللي هو هيقولها، بس ما اعرفش ان انا بغني. فاكتشفوا بقى ان انا في الوقت ده كنت حافظاها، فقالوا خلاص يعني ما فيش بديل، فانت هتطلعي تغنيها. فلما طلعت غنيتها الناس اتبسطت جدا، واكتشفوا بقى ان انا اصلا عندي الموهبه يعني. ومن هنا انت بداتي تكتشفي ان انت صوتك حلو. اكتشف نفسي بالظبط. تمام. بس فقعدت بقى طول الدراسه صراحه مش مهتمه خالص بان انا اروح اوبرا او اتدرب. بس اهتميت بيها لما اتخرجت بقى، يعني انضميت بقى الباند وكده وبدات اتدرب. والموضوع بقى يتطور معايا اكتر. جميل. عبد الرحمن، اكتشفت ازاي بقى صوتك حلو؟ نفس الفكره، الصدفه برضه. بس مش كده يعني. هو كان دايما في الحصص بتاعت المزيكا في المدرسه وانا صغير كان نفسي قوي ان انا اغني. فكانوا دايما يطلعوني في الكورال، يعني مش مكتشفين مش سولو يعني. ان انا يعني عايز اقف انا على المايك ده اللي هو انا لوحدي يعني. فشويه شويه لحد لما حصل، وكان في حفله وجيت انا ايه يعني خدت الفرصه يعني. فالحمد لله من بدايتها بدات بقى هنا احس ان انا في حاجه. بدات تكبر معايا بتشجيع طبعا والدتي ووالدي. بس ربنا يخليهم. ميرسي جدا لحضرتك. والدتي علشان هي اصلا بتغني برضو عندها. انا قلت اسره فنيه من غير ما اعرف. فهي يعني عودتنا على الطرب. فطالع بسمع ام كلثوم، عبد الوهاب طبعا، الفن الجميل بقى، الزمن الجميل ده بالظبط. فطبعا بعد كده المرحله بتاعت الجامعه برضو حفلات الجامعه، وبعدين بدات بقى كذا حاجه يعني. رحت قدام استاذ حلمي بكر في ما شاء الله، يعني عرفت توصل لعمالقه الفن ان انت يعني تخوض تجربه تقديم او حاجه زي كده. الحقيقه اول مره بدون قطع كلام حضرتك هو استاذ حلمي قال لي انت لازم تتدرب. بعدين بالفعل رحت تاني مره، حصل كده شويه حاجات يعني مش لطيفه، بس بعدين بقيت عضو في مركز الابداع الفني عند استاذ حلمي بكر. سوري، استاذ خالد جلال، انا اسف، مركز الابداع الفني. والحمد لله بقى دلوقتي احنا استقرينا مع المايسترو محمد عزت في البند اللي هو البنادره بند. فيعني ان شاء الله خير يعني. الحمد لله كويس ان انتوا عرفتوا توصلوا للخطوه دي، لان هي البدايه هي اللي بتبقى صعبه شويه. هو مش سهل خالص. بس فكره ان الواحد يعني يفضل ورا الحلم بتاعه، الاصرار بالظبط، ويكون مؤمن جدا ان هو فعلا عنده الموهبه. صح. هيقابل حاجات كتيره جدا جدا جدا، وهيبقى في احباطات كتيره قوي، لكن فكره الايمان بالموهبه فعلا والثقه بالنفس لازم الواحد هيوصل ورا الحلم بتاعه. اكيد. مش عايزين بقى كلام يسرقنا، احنا أكيد. عايزين نسمع النهارده اكتر ما نتكلم يعني. ايه رايك نسمع يا مسافر وحدك؟ اكيد. يلا. اكيد. مسافر وحدك يا مسافر وحدك،
وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشيلني وودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ده عينيا دموعها دموعها بتتألم، ده عينيا دموعها دموعها بتتألم. يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشيلني. الله الله يا عبد الرحمن، بحييك طبعا. شروق، كلميني عن دعم بقى الاسره ووالدك ووالدتك لفكره بقى الغنى واحتراف المجال ده، خصوصا انت بنوته برضو، فبرضو الاهل بيبقى عندهم حته تخوف شويه من المجال لانه ممكن يكون يعني صعب بالنسبه لك. هو فعلا كان في الاول بابايا معارض جدا ان انا اغني، بس لما يعني سمعني كذا حاجه اقتنع بالموهبه، فاعجب جدا بالموضوع، ولان انا يعني مش بعمل حاجه اللي هو تسيء او تعمل اي حاجه بالظبط خارج العادات والتقاليد اللي احنا متربيين عليها. بعد كده بقى يشجعني، يعني بقى العكس تماما. ماما من زمان مشجعاني جدا في الموضوع، وكانت دايما تقعد وتحفظني الاغاني. كان نفسها ان انت وانا صغيره الغنى، فكانت تقعد بقى تحفظني في الاغاني، تقول لي غني دي ما تغنيش دي. لحد بقى ما تعرفت على المايسترو محمد عزت، وبابا وماما كمان تعرفوا عليه، فعجبتهم جدا الفكره وبقوا يشجعوني. طب حلو جدا. بالتالي دعم الاسره برضو، او يعني رضا الاب والام برضو على طبعاً فكره احتراف المجال، دي حاجه برضو بتريحكم انتوا نفسيا يعني جدا جدا. هو بمناسبه الموضوع بتاع ان بابا كان معارض، هو بس كان متخوف وقلقان عليه كبنت، يعني الفيلد ده مش ممكن سهل. تتعرض لمضايقات او كده، فبقى الحكايه انه يعني انا شدتها معاه. ده اللي يمكن طمنه وجودك برضو معاها، خلاه يعني يطمن ان هي هتبقى عينك عليها. انا ما اقدرش انكر كمان فضل المايسترو محمد عزت الحقيقه، لانه هو صاحب الفضل الكبير، نوجه له كل التحيه والتقدير طبعا. يعني هو كان مدير عام قصور الثقافه، فهو بصراحه اللي ادانا ثقه اكبر في اصواتنا وموهبتنا الحقيقه، كل الدعم والعلم منه. وكمان لما يعني اهلنا شافوه وعرفوه، لقوا انه يعني احنا بين ايدي امنه. صحيح، ده اللي طمنه. والفن بتاعنا محترم قوي وراقي، بتقدموا حاجه راقيه جدا، وفي ظل الحاجات اللي احنا فيها بالحال اللي احنا فيها الحقيقه في ان احنا نحافظ على يعني اصولنا وثقافتنا الحقيقيه وتراثنا. دي اهم حاجه، فده شيء يعني صحيح مش سهل. طيب نسمع شروق بقى في يوم وليله، ايه رايك؟ طيب. يلا بينا. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي حبيبي حبيبي، دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه.
ودينا فيه ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. الله الله، يعني بجد صوتك جميل واحساسك اجمل. ميرسي، ربنا يخليك. طيب عبد الرحمن، تالي معادله صعبه قوي ان المطرب او الفنان يعني يفضل محافظ كده على الفن الاصيل والطرب الاصيل اللي ليه مستمعين لحد دلوقتي، وانه برضو يواكب الحداثه اللي بتحصل في 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 مجال الفني. قد ايه دي معادله صعبه وبتبقى محتاجه مجهود بقى من الشباب اللي لسه زيكم؟ يعني هو موضوع ده يعني مشكله بتقابلكم كده. فكره الحاجات اللي طالعه، سوري انا اسف يعني ان انا بتكلم على ده، بس هو الحقيقه ما اعرفش اذا كان، اكيد في ناس بتايدني انه في ظل اللي حاصل والمهرجانات وال يعني انا مش بتكلم على اشخاص بحد ذاتها يعني هي، لكن ولا على اصوات الحقيقه. لان يعني في اصوات كويسه جدا، بس للاسف التوجه الثقافي يعني لا، انا شايف ان احنا في مرحله مقلقه جدا، لانه في حاجات بتحصل احنا مش متعودين عليها. يعني هو مش اغنيه، هي حاجه بقت بين وبين، يعني حاجه زي ملهاش اب وام، سوري انا اسف، يعني احنا مش فاهمين، احنا في حاله عدم فهم للي بيحصل. يعني انا مش قادر استوعب اللي بيحصل من مهرجانات وحاجات زي كده، ومع احترامي لكل الناس طبعا اللي بتسمعها وبتؤيدها، لكن انا اعتقد انها حاجه مش هتستمر كتير، واحنا شغالين يعني احنا شغالين ومستمرين، وان شاء الله هيكون في تواجد اكبر بالمحتوى بتاعنا، لانه لا يصح الا الصحيح. صحيح صحيح، مهما طال يعني الوقت. اكيد انا بتمنى لكم التوفيق، وشروق بشكل خاص بتمنى لك التوفيق. انت يعني شكلا ومضمونا وصوتا انت جميله جدا، ربنا يوفقك يا رب، ونورتيني النهارده، وكل سنه وانت طيبه. هستاذنك هنطلع لفاصل، وهينضم لينا في الفاصل صوت جديد هو مهند العدوي. استنونا بعد الفاصل.